مرحب فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم عيالنا املنا. احنا اليوم موجودين في استاد جابر وفعاليه جدا مميزه، خلكم معنا بعد الفاصل نشوف احداث الفعاليه. أقيم مساء اليوم فعاليات أكاديمية كرة القدم للمرحلة الابتدائية تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التربية بمشاركة 6 محافظات حوالي العاصمة الجهراء الفروانية الأحمد مبارك الكبير، وبحضور وكيل وزارة التربية للأنشطة الرياضية، حيث كان المهرجان في استاد جابر في احتفالية كبيرة بمشاركة عدد 150 لاعب من جميع المحافظات. وتخلى المهرجان استعراض المهارات اللاعبين وأيضا إقامة مباريات بين المحافظات، وقد حصل على المراكز الأولى فرق المحافظات التالية: 1 محافظة حولي، 2 محافظة مبارك الكبير. وقد امتاز المهرجان بالتنظيم الرائع وتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لإنجاحه بتعاون جميع المنظمين والمشرفين على هذا المهرجان. دكتور فيصل مقصيد والاستاذ فيصل مقصيد عفوا وكيل وزاره التربيه، نشوف اليوم فعاليه جدا مميزه بين وزاره التربيه وبين الهيئه العامه للرياضه، ونشوف ما شاء الله اليوم اول البطولات، نشوف في تميز حاصل او حاضر اليوم. هذا لله الحمد الشراكه المجتمعيه والاتفاقيه اللي ابرمتها وزاره التربيه مع اخواننا في الهيئه العامه للرياضة لتفعيل الدور والجانب المجتمعي لدى أبنائنا الطلبة وخاصة المرحلة الابتدائية بتأسيس هذه الأكاديميات الست على المحافظات الست، وذلك لتهيئة وتأصيل الجانب الكروي لدى أبنائنا الطلبة. وهذه الأكاديميات تعتبر الرافد الحقيقي لأنديتنا المحلية اللي بدأت تفتقر إلى وجود اللاعبين المتميزين، وأيضا هذه يعني بادرة جميلة تقدمها الوزارة والهيئة مشتركة على أساس أن نسهل دور الأندية بوجود الكشافين للرياضيين الموهوبين في هذه اللعبة المميزة. فلذلك حرصنا على وجود هذه الأكاديمية، وحرصنا أن تفعيل دور الأكاديمية بإقامة مثل هذه المهرجانات الرياضية الكروية على أساس نبين استعداد المحافظات الست وأيضا تنافس المدربين في المناطق التعليمية الست وتهيئتهم بهذه المنافسات الجميلة، وأيضا تهيئت أبنائنا الطلبة بمثل هذه البطولات اللي قاعد تأهلهم شيئا فشيئا يعني إلى النجومية إن شاء الله. وحرصنا بدعوة جميع الأندية المحلية لاكتشاف الموهوبين من أبنائنا الطلبة، وهذه الخطوة الأولى بإقامة هذا المهرجان الأول اللي أنا أعتبره. واحنا كل ان شاء الله كل اسبوع راح نقيم مهرجان مختلف وبمواقع مختلفه لابراز مواهب ابنائنا الطلبه وتفعيل دورهم ونحببهم في هذه اللعبه الجميله ان شاء الله. لما نتكلم استاذ فيصل عن هذا البرنامج، هذا المنهج يعني اتى ضمن دراسات، نتكلم عن المنهج بشكل عام، يتضمن عده لعبات ويتضمن عده فئات ومشاركه مفتوحه وعامه، يعني قاعد يفعل اكثر دور المدارس ودور وزاره التربيه في اخراج المواهب الحقيقيه امثال جاسم يعقوب، حمد ابو حمد، خرجوا كلهم من المدارس، كلهم من هذه الفعاليات البسيطه اخرجت لنا مواهب اتت لنا في انجازات غير مسبوقه. يعني مثل ما تفضلت، لأن وزارة التربية لديها مخزون كبير من المواهب،
فلازم انك تبرز هذه المواهب، انك تفعل دور الكثير من القطاعات، واهم القطاعات هذه القطاعات الرياضية. عندنا نخبة مميزة من اخواننا المعلمين والمعتمدين لدى الاتحادات في الالعاب الجماعية واللعبات الفردية، فلذلك احنا ركزنا على هذا الجانب. فاحنا السنة هذه المهرجان اللي احنا قاعد نقيمه حسب الاتفاقية ما بين وزارة التربية والهيئة العامة للرياضة تتضمن أكاديمية كرة القدم للمرحلة الابتدائية ودوري المدارس اللي عدناها بعد توقف ما يقارب 20 عام للمرحلة المتوسطة، وأيضا هذه لأول مرة بطولة دوري كرة القدم للصالات للمرحلة الثانوية، وأيضا فتحنا أكاديميتين للسباحة للبنين وللبنات، بالإضافة إلى 4 أكاديميات للعبة البولينج للبنين وللبنات. هذه السنة الأولى إن شاء الله قاعد إحنا نطبقها. إحنا الحين اجتزنا أكثر من شهرين في تأهيل هذه الأكاديميات وهذه البطولات، وإن شاء الله الانطلاقة راح ستكون إلى الأفضل في المراحل القادمة وتنويع الألعاب سواء كانت الألعاب الفردية والألعاب الجماعية إن شاء الله في المرحلة هذه. لكن إحنا الحين استعداداتنا قائمة على تنظيم العديد من البطولات في المرحلة القادمة وتفعيل دور الاتفاقية بشكل المطلوب، وأيضا تطبيق الرسالة السامية البدنية في مختلف المجالات والأصعدة. فلذلك احنا قاعدين نترجم خطاب حضرة صاحب السمو على أرض الواقع إن شاء الله. الدكتور أحمد الحمدان مدير أكاديميات عيالنا أملنا، هذه الفعالية المختصة مشتركة بين الإدارة العامة للرياضة ووزارة التربية. شوف اليوم حدث استثنائي اليوم في استاد جابر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية أحب أشكر جميع العاملين على هذه الفعالية، بداية من الأستاذ فيصل مقصيد وأيضا العاملين في هيئة العامة للرياضة. الأمانة هذه فعالية تنبثق لأولادنا أبنائنا، يعني إحنا نشوف دائما عادة الأكاديميات متواجدة في جميع مناطق الكويت، لكن حاليا وزارة التربية ومع الهيئة العامة للرياضة السنة حطت خطة عامة لجميع الألعاب ومنها كرة القدم في صقل النش أو خصوصا اللاعبين اللي في المرحلة الابتدائية في الأكاديميات. للأمانة اليوم أنا يعني سعيد ومتفاجئ من العدد الموجود من اللاعبين. طبعا هذا تجاوب إيجابي من أولياء الأمور أيضا معنا في جلب اللاعبين لنا أو الأولاد لنا في هذه الفعالية. يمكن اليوم أول مهرجان، لكن إحنا عندنا مهرجانات أيضا عديدة راح نختمها في مهرجان كبير إن شاء الله راح يكون في هذا المكان، لكن راح يكون في الصرح الكبير الأستاذ جابر بالختام إن شاء الله. وعادي له عدة ومقصرين الإخوان سواء في وزارة التربية أو الهيئة العامة للرياضة في الدعم اللي قاعد يقدمونه لأبنائهم. اليوم نشوف ما شاء الله حتى في تعاون بين إدارة استاد جابر و يعني أكاديمية أو فعالية عيالنا أملنا، اليوم في الساحات الموجودة تعطي شوي ثقة، تعطي طابع البطولة بالنسبة للأولاد الصغار، في ما شاء الله مواهب برزت. صح أكيد طبعا احنا يعني أنا سعيد، ليش؟ لأن أنا من أهل الرياضة ومن أهل مجال كرة القدم. اليوم إذا شفنا هالأولاد كلهم في عددهم يشوفون هذا الصرح الحلو استاذ جابر، يعني حلم لهم، يعني فأنا تعمدت أن تكون هذه الفعالية موجودة في هذا الملعب، لأن هذه تعطي أمل للأولاد يعني مستقبلا أنهم للملعب هذا. الحمد لله يعني، وأنا اللي أهم من هذا كله أشوف تفاعل الأولاد معنا في المناسبة. ما شاء الله نشوف اليوم الفعالية أو الدورة هذه فيها جوائز، فيها مشاركين من جميع المناطق ما شاء الله. إيه نعم، فيها كل شيء، في دعم مادي، يعني ما أبي أقول مادي أنا كجوائز مادية، لكن في كل شيء متوفر للأولاد، في منها أيضا التحفيز من ناحية الجوائز، أيضا في الأمور الثانية اللي تخص العمل النية حتى في مسائل التغذية واللبس وما اللبس كله متوفر للأمانة. في تنظيم اليوم، في جنود مجهولين اليوم قاموا على هذا الصرح او هذه البطوله المميزه، نشوف حتى ما شاء الله حتى في تنظيم وتناسق باللبس، في دعم ما شاء الله. اي الحمد لله، طبعا هذول كلهم اخواني المعلمين،
وهذيل أصحاب الاختصاص. يعني الاختيارات كانت على مجموعة من الإداريين أو المدربين من هم حملة شهادات وأصحاب اختصاص في لعبة كرة القدم، فعندهم الخبرة ما شاء الله وعندهم المال في التنظيم والحمد لله. معنا أحد المشاركين في هذه الفعالية المميزة، عرفنا باسمك. ياسر فهد. ياسر، هذه الفعالية وهذه الدوري شلون شاركت فيه البداية؟ شلون عرفت بوجود الدوري؟ أول شيء كنت داخل الأكاديمية بدنا جوان هنا قالوا يوم الثلاثاء إن في بطولة أو شيء. تدربت قبل البطولة؟ إيه. قادر إنك تحط أقوال اليوم؟ أقدر. إيه. وين تلعب أنت بالفريق نفسه؟ وين تلعب؟ هجوم، دفاع، وسط؟ باكي يسار يحط أقوال ولا يدافع أكثر؟ يدافع. تقدر تحط جول اليوم؟ أقدر. ولا يدش عليك جول؟ لا أقدر. راح تفوزون بالبطولة اليوم؟ شاب. أكيد. توعد الجمهور أنك تفوز؟ أوعد. بالتوفيق إن شاء الله. معنا أحد المميزين في بطولة اليوم، عرفنا باسمك. ركان خالد. ركان، وين تلعب اليوم بالفريق؟ جناح يمين. جناح يمين. تدربت قبل البطولة على مركز الجناح؟ إيه. فزتوا مباريات؟ إيه. على منو فزتوا؟ ناس. اليوم في أكاديميات في لاعبين مميزين اليوم حضروا البطولة، قادر أنك تفوز عليهم؟ إيه. أكيد. أكيد. جاهزين ومتفاهمين انتم فريقك ولا ما تدربتوا عدل قبل البطوله؟ تدربنا. زين، المدرب اعطاكم تعليمات خاصه لهذه البطوله؟ ايه. شنو قال لكم؟ يعني كل واحد مثلا بساطه تكتيكي. يلتزم دوره داخل الملعب. ايه. زين، تقتدي بمنو انت مستقبلا؟ يعني في لاعب مميز ودك تصير نفسه؟ ايه. منو؟ ميسي. ميسي. اليوم راح تصير ميسي في الملعب ولا لا؟ اكيد. ستحط اقوال ولا لا؟ احط. بالتوفيق ان شاء الله. الأستاذ وليد عايش السلامين، المنسق العام لوزارة التربية والهيئة العامة للرياضة بهذه الفعالية المميزة عيالنا أملنا. نشوف اليوم عيالنا أملنا وصلت ما شاء الله إلى البطولات. اليوم بطولة المحافظات، هذه أول بطولة تقام، ففعاليات هذه البطولة والنخب أو المشاركين في هذه البطولة. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أشكركم على هذا اللقاء وهذه التغطية المميزة لكم، يعني الأمانة لهذا المشروع الكبير بين وزارة التربية والهيئة العامة للرياضة. طبعا تعتبر اليوم البطولة الأولى أو المهرجان الأول لأكاديميات كرة القدم للمرحلة الابتدائية، وهي اللبنة الأولى إن شاء الله نتأمل فيها خير للمستقبل القريب، بأن تكون هناك نخبة من أبناء الطلبة يمثلون ليس وزارة التربية فقط ولكن يمثلون أنديتنا إن شاء الله من خلال هذه المهرجانات وهذه البطولات المقامة في هذا اليوم. الأمانة في الانطلاقة الأولى شاهدنا مجموعة كبيرة من اللاعبين يتميزون في مستوى عالي من المهارات الفنية وكذلك التحرك السليم داخل الملعب، خصوصا طبعا مرحلة ابتدائية كلهم مثلون برا الكرة، ولكن اليوم نشاهد الأمانة هناك التنسيق، هناك في تحرك سليم، في توزيع سليم، مهارات موجودة. هذا يدل على أن هناك في نخبة كبيرة من العاملين في هذا المشروع حطوا بصمتهم، إن شاء الله هذه البصمة تكون فعلا ثمره خير لانديتنا في المستقبل القريب ان شاء الله باذن الله. نقدر نعرف نبذه عن المشاركين في محافظات مشاركه في هذه الدوره والاعمار اللي مشاركه في الدوره اليوم؟ طبعا بالنسبه للمحافظات، جميع المحافظات مشاركه اليوم الست، العاصمه والفروانيه والجهره وحولي ومبارك كبير بالاضافه الى الاحمدي. طبعا جميع المحافظات مشاركين ما لا يقل عن 50 لاعب أو 50 طالب بالأحرى، 50 طالب مشارك، ولكن لظروف اليوم طبعاً برد قارس، فأعتقد يعني في بعض المناطق عندها بعض الغيابات، ولكن ما يمنع من النجاح اللي شاهدناه لهذا اليوم في الانطلاقة الأولى. ولكن الأمانة الحضور اليوم بشر بالخير كونها الانطلاقة الأولى، كذلك بالنسبة حق المشاركات من الأعمار الصف الأول ابتدائي إلى غاية الصف السادس خامس ابتدائي. الانضمام إلى هذه البطولة مفتوح لجميع الطلبة، أبنائنا الطلبة، اقبال كبير جدا لهذه الاكاديميات سواء القدم او السباحه او البولينج. شيء مفرح جدا ان نكون صانعين ابطال وليس مكتشفين. في السابق كنا نكون مكتشفين الابطال، لكن اليوم احنا نصنع ابطال ان شاء الله، اللي ان شاء الله
يكونون البذرة الأولى بأنديتنا نستثمرها إن شاء الله في منتخباتنا الوطنية جميع ألعاب إن شاء الله مستقبلا. ما بعد هذه الفعالية وهذه البطولة نبي نعرف برنامجي أنا أملنا شنو محضر لنا الفعالية القادمة؟ والله إن شاء الله خلينا مفاجأة لكم، هي التجربة الأولى اليوم راح نشوف الملاحظات سواء الإيجابية أو السلبية، بعض النقاط المهمة راح نلاحظها اليوم، ولكن إن شاء الله في الفعالية الثانية راح تكون مفاجأة أيضا، ليس على مستوى نقول على مستوى وزارة التربية، أيضا على مستوى الهيئة العامة للرياضة، اللي أكيد أن بعد المهرجان الثاني راح توجه يعني رسالة كبيرة إلى الهيئة العامة للرياضة أنهم فعلا قدروا يستثمرون هذه الطاقة الشبابية وأيضا الطاقة الشبابية الموجودة عندنا بالنسبة حق المعلمين الأكاديميين. نخليها مفاجأة إن شاء الله وتشرفونا وتشوفون تقولون فعلا كانت مفاجأة بإذن الله. هذا يأتي ضمن الوثيقة الشبابية، الوثيقة التي طرحت من الهيئة العامة للشباب والخطة الاستراتيجية لتطوير الكوادر. ما شاء الله عندنا لاعبين، عندنا مواهب تحتاج إلى صقل لدخول في هذا المجال، ويعني دخول وتجديد البطولات بالنسبة للكويت. الكويت يعني كما عودتنا ولادة النجوم، ولادة المواهب ما شاء الله. طبعا هي الرغبة السامية من سمو الأمير حفظه الله، وتتوجت من قبل الهيئة العامة للرياضة مع التعاون التوأمة مع وزارة التربية، وتترجمت على أرض الواقع. اليوم راح نشوف كخطوة أولى إن شاء الله. طبعا الخطة هذه في بدايتها هي لازم يكون هناك في استمرارية لهذه الخطة الاستراتيجية اللي وضعوها الهيئة العامة رغبة من الرغبة السامية سمو الأمير. طبعا هذا راح تترجم إن شاء الله خلال الأعوام القادمة، راح نشوف بإذن الله يعني ليس فقط على ثلاث ألعاب مختصرة على القدم والسل قدم والسباحة والبولينج، ولكن إن شاء الله نشوف مداها أوسع من هذا. ولكن كبداية لابد أن نكون على نطاق ضيق، بعدين نشوف مدى النجاح ونشوف الملاحظات، استجابة المشاركين للألعاب الأخرى، وأيضا استجابة أولياء الأمور والمجتمع. طبعا لاحظنا استجابة جدا قوية بالنسبة حق الألعاب أيضا الفردية اللي هي البولينج والسباحة. لو تشاهدون إن شاء الله في المستقبل القريب إن شاء الله راح نشوف مهرجان السباحة سواء حق أبنائنا الطلبة أو بناتنا، طبعا راح نتوجه حق أبناء الطلبة، راح تشوفون مدى الاستجابة من أولياء الأمور ومتابعتهم وحث أبنائهم على الانخراط في هذه الأكاديميات. طبعا أيضا البولينج نفس الشيء، كونها اللعبة الجديدة مستحدثة في وزارة التربية لقت صدى عالي خلال أعوام بسيطة 4 سنوات، ولكن الأمانة صداها صار كبير، وذلك ملحوظ من خلال البطولات اللي السابقة نعملها. ولكن بعد إنشاء الأكاديمية للبولينج هناك توجه كبير من أولياء الأمور سواء بنين أو بنات، وأيضا مشاركة أولياء الأمور مع أبنائهم وحضورهم وحثهم على هذه المشاركات تدل على أن هناك وعي وهناك توعية أيضا من الهيئة العامة للرياضة ووزارة التربية من الرغبة السامية من صاحب السمو. أحد الأبطال اللي موجودين اليوم، عرفنا باسمك. سعود خالد. سعود اليوم برد صح؟ إيه. تقدر تلعب هالبرد حط أقوال؟ إن شاء الله. متحمس للمباراة؟ إيه. سخنت عدل قبل المباراة؟ إيه. وين تلعب داخل الملعب؟ وين؟ قلب دفاع. قلب دفاع. راح يحطون عليك أقوال اليوم ولا راح تصد الأقوال كلها؟ إن شاء الله صدها. تدربت على هذا المركز؟ إيه. منسجم أنتوا الدفاع؟ ها؟ منسجمين أنتوا الدفاع، قادرينكم تصدون أكثر هجمات؟ إن شاء الله مو منسجمين. بإذن الله. زين في لاعب معين ودك تصير نفسه؟ ميسي. ميسي هجوم أنت دفاع؟ بيكيه. بيكيه يعني برشلوني أنت؟ إيه. كل التوفيق لك وبالتوفيق إن شاء الله. عرفنا باسمك. عبد الحميد. عبد الحميد، وين تلعب بالملعب؟ دفاع. دفاع. انت اخترت المركز الدفاع ولا قالوا لك انت تصلح المكان هذا؟ لا انا بدفاع. شنو اللي محببك الدفاع؟ عشان الله لا يفوزون علينا. انت تحب تعيش دور صمام الامان داخل الملعب، ان انت تحمي الجول وربعك يحطون جول. ايه. ربعك راح يحطون جول اليوم ولا راح يخلون المهمه كلها عليك؟ لا راح يحطون جول اكيد باذن الله. بالنسبه لهذه الفعاليه متحمس لها اكثر؟ حاب الفعاليه هذه؟ اكيد. ودك انها تصير بطولات قادمه كثيره؟ ايه. زين كلمت احد من ربعك دعيته لمثل هالبطولات؟ ما حد يبي. ما حد متحمس للبطوله؟ ايه. شكلك ما اقنعتهم صح. ايه. كل التوفيق لك والله يعطيك العافيه. يلا مع السلامه. شكرا. كابتن علي فلاح موجه تربيه بدنيه لمنطقه حولي تعليميه، نشوفك ما شاء الله اليوم احد الكوادر احد المشرفين اليوم موجود ضمن المنظومه اللي قادمه، اليوم انت مشارك في هالبطوله، نتكلم عن استعداداتكم في هالبطوله وبدايه المرحله، اكيد كان لها منهج بالبدايه. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا هذه مو مشاركه ببطوله، طبعا كان عندنا برنامج من تاريخ 1/11 لغايه طبعا 1/5 باشراف الوكيل مساعد التنميه سيد فيصل مقصيد، وطبعا مدير الاكاديميات سيد وليد عايش،
المدير الفني للاكاديميات الدكتور احمد عبد الحميد. طبعا فكره الاكاديميات طبعا جت يعني بعد اجتماع مكثف ويا الاشخاص اللي تم يعني قلت اسمائهم طبعا على جميع المحافظات اللي في الكويت. فالحمد لله يعني في برنامج وضع من الدكتور احمد عبد الحميد على جميع المحافظات سيستم واحد، كلنا قاعد نشتغل سيستم واحد، الهدف ان عيال الكويت يعني طبعا نهيئهم للانديه او المنتخبات، يعني هذا يعني الهدف الاساسي. وطبعا هدف ثاني ان ننهي الاولاد عن يعني اللعب يعني المجمعات او الجمعات. اليوم نشوف يعني الفعاليات الرياضية رجعت مثل أول، يعني كانت الفعاليات هذه سمحت للمواهب والنجوم الكثير من للبروز أكثر. نشوف اليوم حتى بصفتك يعني أقرب إلى المشاركين والكوادر اللي قاعد تشوفها تدرب، فهل التمستي مواهب معينة، مواهب قادرة أنها تصنع إنجاز مستقبلا؟ والله طبعا يعني أنا أتكلم بالنسبة للمركز، ما المركز منطقة تحول لي الحين قاعد يلعبون، يعني عندي تقريبا يمكن 5 إلى 6 لاعبين مميزين مؤهلين حق الانديه. فاحنا ان شاء الله ليه شهر 5 طبعا هني يعني نناشد الانديه ان يوني يطالعون الاولاد ويبي الولد ياخذ من المركز عندنا. فالحمد لله يعني امور طيبه يعني باذن الله. هل بعد هذه يعني المواهب اللي موجوده مع البرنامج عيالنا املنا قادر انها تتطور، قادر انها يصقل هذه المواهب؟ طبعا من ضمن البرنامج اللي حاطينه شيء اكيد يعني 100% ان شاء الله يعني نتامل تم الكثير من الدكتور احمد عبد الحميد لانه حاط برنامج صراحه يعني نفس برنامج المنتخبات يعني اعطيك من الاخر وان شاء الله باذن الله. كابتن كلمه اخيره او كلمه توجهها الى اولياء الامور او المشاركين اللي ودهم يشاركون في هذه الفعاليه بس مو عارفين نقطه البدايه. طبعا احنا وضعنا بوسترات مع بوسترات في كل منطقه، نتامل من اولياء الامور يعني اللي يبي بعيال خليبي يعني احنا يعني الباب مفتوح قادرين على الاحتواء. اي قادرين على الاحتواء في اي منطقه، سواء يعني انا ما يخالف في منطقه تحول لي ممكن يجي في اي منطقه بعيده، بس في سياره توصل تجيبه ماكو مشكله يعني اي مكان يبي. فاتحين مدى التعاون لابعد جهه. ايوه. استاذ محمد مال الله اداري عام لمنتخبات البراعم ومنظم لهذه البطوله، اليوم نشوف تنظيم هذه البطوله غير عادي، تنظيم لبطولات كبيره، اليوم قاعد تعطون ما شاء الله المشاركين تعطونهم طابع البطولات العالميه ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، في البدايه احب اشكركم على هذا اللقاء. طبعا احنا كاداره براعم عندنا خبره في تنظيم المهرجانات والبطولات، احنا اليوم حبينا ان نعطي خبرتنا لوزاره التربيه في تنظيم هذا المهرجان. والأمانة المهرجان حلو، الأكاديميات متعاونة معنا والمنظمين في وزارة التربية متعاونين معنا، إن شاء الله المهرجان يليق في اسم كوزارة التربية بإذن الله. بالنسبة لما بعد هذا المهرجان، هل هناك مهرجانات أخرى نظمت أيضا كدوريات أو مهرجانات لمواسم بالنسبة للطلبة كقياس مستويات وبطولات؟ إحنا للأمانة نفكر إن شاء الله نزيد عدد المهرجانات للأكاديميات في وزارة التربية، زائد في للأندية المختصة في الاتحاد، زائد أكاديميات بنحاول نسوي لهم مهرجانات ونجمعهم مع بعض إن شاء الله. بس أدري أنت الحين فترة اختبارات وامتحانات، فإن شاء الله على الفصل الثاني راح نزيد من هذه المهرجانات للأكاديميات بإذن الله. بالنسبة إلى هذا المهرجان يعتبر الأول على مستوى هذه المهرجانات للبراعم، هل واجهتم صعوبات معينة؟ من ضمنها قلنا الامتحانات، ففي صعوبات معينة واجهتوها، ردة فعل أولياء الأمور؟ إحنا الصعوبة الوحيدة اللي واجهناها إن تدري داشين على اختبارات يعني ما بقى شيء، فهذه الصعوبه الوحيده اللي واجهنا. لكن كتنظيم احنا قلت لك احنا متمرسين وعارفين الامور هذه ولنا خبره في التنظيم، فاحنا قلت لك الصعوبه وقت الدوره يعني كان شويه غلط يعني. فنتمنى مره ثانيه من وزاره التربيه تراعي فتره اختبارات، تدري اولياء امور حريصين على نجاح عيالهم ومستوى عيالهم، فنتمنى شويه مراعاه وقت الدوره نتبتعد عن الاختبارات. ما شاء الله نشوف اليوم مع وجود الاختبارات إلا أن نشوف مشاركين عدد كبير، نشوف تحمس أكثر من قبل البراعم. مثل ما قلت لك اليهال يحبون يلعبون يحبون يشاركون في هذه البطولات، فيعني دور الأكاديميات دور مهم في نشر الوعي الرياضي. فالأمانة المدربين والإداريين المساهمين في الأكاديميات قدروا يثبتون الشيء هذا من خلال الأكاديميات هذه. كل الشكر لك وقواكم الله على هذا التنظيم الرائع، وإن شاء الله نشوف الأحسن في القادم الأيام.
وصلنا معكم أعزائي المشاهدين إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، نشوفكم الأسبوع الجاي في حلقة جديدة، فما الله.